مساير في ويكيبيديا العربية. The presentation would be in Arabic. معايا أيضا علاء مساير أيضا في ويكيبيديا العربية. سنتحدث عن حال المشاريع العربية في الفاونديشن، المستوى الذي وصلنا له مشروع في مشروع. إذن هذه المشاريع العامة الموجودة في الفاونديشن ويكيميديا. أمامكم مشاريع، كل المشاريع حاولنا في ويكيبيديا في الدول العربية نشتغل أكثر على ويكيبيديا، وفيه اهتمام أكثر بويكيبيديا مقارنة ببقية المشاريع. إذا لو نمشيو للمشروع الأول اللي هو ويكيبيديا، قرابة 95% من النشاط اللي عندنا في المحتوى العربي موجود في ويكيبيديا. الشيء الجديد اللي صار هذه السنة اللي قمنا بإنشاء حوالي 400,000 مقالة في سنة. لو نقارنها في 15 سنة الماضية في ويكيبيديا العربية أنشأنا 400,000، يعني المقالات اللي أنشأناها طول 15 سنة أنشأناها نحن في سنة فقط. استعملنا كثير البوتات لإنشاء هذه المقالات مباشرة من ويكي بيانات. استعملنا البوت بالخصوص دينا بلاعبي كرة القدم، ثم عملناها لجميع المهن، وساعدنا كثير ايضا لانشاء مقالات حول النساء لانه صار الانشاء بطريقه بوتيه. لو شخص مثلا اسمه جون سميث، وشخص هذا فيه اشخاص متعددين بنفس الاسم، لان ترجمنا المره الاولى جون سميث، كلمه جون سميث، اصبحنا بالامكان كوننا ننشئ مقالات عن جون سميث لاعب كره قدم او الاخر اللي هو طبيب. هذا النقطة الأولى. في نقطة ثانية تتحدث عليها علاء؟ من الإنجازات اللي كانت يعني بالنسبة لنا السنة الماضية في ويكيبيديا العربية، إنه مجموعة من الزملاء قدمنا كتجربة لجائزة محمد بن راشد للغة العربية طبعاً. بالبداية قدمنا للجائزة من باب إنه محاولة، يعني كنا عبارة عن 4 أشخاص أو 5 أشخاص قدمنا للجائزة. تفاجأنا فيما بعد بفوز ويكيبيديا العربية بجائزة محمد بن راشد بمبادرة بفئة التقانة طبعاً. كنا مبادرة أكثر مشروع ريادي بالنسبة للمحتوى العربي والرقمي على الإنترنت. طبعاً إحنا طبعاً الجائزة راح على دبي الزميل حلمي وبشندة حفل التكريم. طبعاً حبينا إن جاب الزميل حلمي الجائزة معه نشتو عاوز. طبعاً هاي كانت يعني واحدة من الإنجازات الكبيرة لويكيبيديا العربية كانت السنة الماضية. وبنفس الوقت مقابل الجائزة هاي حصلنا على مبلغ 70,000 دولار. طبعا مبلغ 70,000 دولار هذا المبلغ راح يكون موجه لويكيبيديا العربية عموما، طبعا يعني مش بيرسونال او امور شخصية. المبلغ حاليا موجود وفي نقاش قادم راح ينفتح بالنسبة للمجتمع العربي عشان نتناقش بكيفية استغلال هاي الاموال لتطوير محتوى ويكيبيديا العربية. طبعا الجائزة راح تكون موجود معنا طول المؤتمر. حلمي جاها معنا من كندا، اذا حدا حابب يتصور معها، حدا حابب يشوف اي شيء زي هيك برضه مرحبا. هذا كان يعني واحد من الانجازات بالنسبة لنا اللي اعتبرناه مهم جدا كان السنة الماضية. هذا بالنسبة هلا لويكيبيديا. طبعا في بالنسبة لويكيبيديا يعني احنا حكينا في النقطة هاي عشان احنا المداخلة اصلا على الستيت اوف ويكيبيديا بروجكت، يعني المشاريع جميعها. لو بدنا نتكلم عن ويكيبيديا شو التطورات اللي حصلت معنا بس في السنة الماضية، تطورات رهيبة يعني ممكن تاخذ معنا اكثر من ساعة. فلهيك راح ننتقل على المشروع الثاني حاليا اللي هو مشروع كومنز. بالنسبة لكومنز 3 محاور يعني هلا
كومنز بالنسبة لنا هو مخزن الصور، مخزن الصور في جميع مشاريع مؤسسة ويكيميديا. هلا الفكرة بالنسبة لنا للوضع العربي في كومنز، الوضع العربي في كومنز سيء نوعا ما، يعني ممكن نلخصها بهاي الكلمات البسيطة. المشكلة في كومنز هي إنه سياسة التراخيص، تراخيص المحتوى أصلا في الوطن العربي مجهولة نوعا ما لسه، أو البلاد العربية نفسها لسه ما سندش سياسات رسمية يعني للصور البانورام وكيف ترخيص الصور وكيف حقوق ملكية الصور وما إلى ذلك. وبنفس الوقت بيتبع جهل، في جهل في الوطن العربي بالنسبة لترخيص الصور وكيف ترخيص الصور الحرة وما إلى ذلك. هاي نقطة بنواجهها كتير في كومنز يعني مع المجتمعات، لدرجة إنه صار الأشخاص الإداريين طبعاً في كومنز في عندهم مشكلة مع العرب عموماً، يعني إنه بيعتبر إنه العربي مجرد رفع صورة على كومنز بعنوان عربي، يعني الصورة مش حرة، طيب جايبها عن جوجل مثلاً ورفعها على كومنز على إنه هو صورها، فسببت لنا إشكال هاي النقطة. في نقطة تانية برضو بالنسبة لكومنز، إذا بالحلو رح نحكي عنها. النقطة الثانية اللي فيه في كومنز صور بيانية فيها معلومات حول مثلاً عملية جراحية أو أشياء من هذا القبيل، معلومات فيها خاصة. المشكلة اللي البيانات هذه في الصورة معلومات موجودة بالإنجليزي، يعني فيه مشروع في كومنز كونه نترجم هذه إلى لغات أخرى، هذا نشتغل عليه خصوصاً لو عندنا مثلاً مقالات مختارة في ويكيبيديا العربية نشتغل عليها ونحتاج نترجم الصورة، نشتغل أكثر إن نحط وقتنا أكثر في هذا الموضوع، ترجمة العبارات العلمية وكل شيء الموجودة في الصور. وبعدين طبعاً الصور حرة، يعني ممكن نستعملها حتى خارج ويكيبيديا، خارج الموسوعة لأسباب علمية مثلاً. هي واحدة هاي من إنجازاتنا اللي بس بأكد عليها، إنه في ويكيبيديا العربية فيما يسمى بويكيبيديا ورشة الصور، طبعاً بنعمل ورشة الصور برضه بنواجه نفس الإشكال، قلة توجه العرب للمساعدة في هذا النمط، على محاولة ترجمة الصور عموماً، يعني الصور اللي بتحتوي على ليبل مثلاً أو مصطلحات، محاولة ترجمتها للغة العربية بالمصطلحات طبعاً اعتماداً على مقالات ويكيبيديا، ابتلاءً مع طبيعة ويكيبيديا العربية، طبعاً ترجمنا كثير من الصور، يعني لو بدي أتكلم حالياً عشان مثلاً أنا من المشاركين في الترجمة في هاي الورشة، ترجمنا حوالي 3000 أو 4000 صورة لحد الآن على مدى السنوات الماضية، إحنا حوالي 4 أو 5 أشخاص فقط، المجتمع بيقدم طلبات وإحنا بنتعامل مع هاي الطلبات، طبعاً الصور متنوعة وبنفس الوقت بنواجه ليميتيشنز، إنه في بعض الصور مثلاً بتكون في صيغة السي في جي وما إلى ذلك، يعني بتحتاج لبرامج خاصة لترجمتها، هاي نقطة طبعاً بالنسبة لنا، بالنسبة للمحتوى الطبي مثلاً ترجمنا عدد كبير من الصور، طبعاً وتفاجأنا فيما بعد إنه هاي الصور اللي ترجمناها إحنا على ويكيبيديا العربية ورفعناها على كومنز برخصة حرة طبعاً، تم استعمالها بمواقع عربية كتير طبعاً ضمن هاي الفئة. طبعاً هذا بالنسبة لمشروع كومنز. المشروع اللي بعده عندنا عنا ويكي الكتاب، اللي هو فكرة لو شخص يحب يكتب كتاب عن موضوع معين يمر الويكي كتاب، مش ممكن كتابة معلومات خاصة، معلومات معناها بحث أصلي مباشرة على ويكيبيديا، لأن ويكيبيديا مصدر ثالث للمعلومة ليس مصدر أول، يعني الشخص لو يريد يكتب قصة أو شيء من هذا القبيل يمر لويكي الكتاب. المشكلة الحالية اللي فيها أشخاص بدأوا كتابة مقالات أو بحوث أو شيء من هذا القبيل ثم انقطعت تلك الأعمال وتلك التحريرات، يعني عندنا مشكلة غير قادرين على ختم الكتاب. الفكرة اللي وجدناها اللي فيه مشروع ثاني اللي هو ويكي الجامعة، فيه نفس المنتوج خاصة في كتب حول اللغة، تعلم الإنجليزي، تعلم الفرنسي، تعلم الإسباني، فيه محتوى موجود في المشروعين. الفكرة اللي نشتغل عليها هو نقل محتوى ويكي الجامعة الكتب العلمية إلى ويكي الكتاب ورفع المحتوى، خلي في الأخير نتمكن من إنشاء الكتب ونشرها في نسخة بي دي اف، نتمكن من نشرها خارج الموسوعة لتكون معناها كتب مفتوحة للجميع. هي إشكالات بسيطة نواجهها بهذا المشروع اللي هو مشروع ويكي كتب ومشروع ويكي الجامعة، والمشروع القادم اللي راح ننتقله حاليا اللي هو مشروع ويكي أخبار. المشكلة الرئيسية اللي بتواجهنا في هذه الثلاث مشاريع قلة تفاعل المجتمع العربي، المجتمع العربي مهتم خصوصا في ويكيبيديا، ويكيبيديا فقط يعني اغلب اهتمامه، لو بدنا نتكلم عن هذه المشاريع طبعا ممكن نوصف بوصف بسيط انها شبه مشاريع ميتة باللغة العربية مقارنة باللغات الثانية طبعا، اي نعم باللغات الاخرى يعني المشاريع مش بالقوة المطلوبة، بس بالنسبة للغة العربية المشاريع ميتة بشكل كامل، عبارة عن 3 أو 4 اشخاص بيساهموا فيها، ممكن احنا يعني شخص او شخصين منا من 3 أو 4 اشخاص المساهمين في المشروع، بس بنساهم فيه من باب الصيانة، انه يعني تحولت المشاريع هاي مشاريع جامعة للسبام، من باب انه مرتبطة بويكيبيديا وما الى ذلك، صار كل الاشخاص بتنشر السبام او اي شخص بده ينشر اي موضوع بلاقي انه ويكيبيديا صعب انشر عليه لانه في مستخدمين بيتابعوا. بالنسبه لويكي الاخبار، ويكي جامعه، ويكي كتب،
نادر ما يتابع حد هاي المشاريع، فصار الاسبان يتوجه لها. هاي من المشاكل الرئيسيه اللي بتواجهنا مع هاي المشاريع. بالنسبه لويكي اخبار، المشروع في حوله نقاش كبير، هل الوطن العربي متفاعل؟ يعني مبدا ويكي اخبار تكون الاخبار موجوده بشكل حر. نرجع لنفس النقطه، هل المجتمع العربي يعني مهتم بموضوع انه خبر يكون ذو رخصه حره او ذو رخصه غير حره؟ هاي فيها نقاشات كثير بتدور في المجتمع. الحل اللي وجدناه حاليا كونه نتعاملوا مع منظمه اسمها جلوبال فويسز، اللي هي تنشر مدونات واخبار من قبل مدونين، وناخذ معلومات لانها حره على ذلك الموقع ونعاود نستعملوها في ويكي الاخبار. على الاقل غطات وعطات محتوى في ويكي الاخبار حاليا، لكن كلها المشاريع في اللغات الكل فيها مشاكل عموما. النشاط الاكثر في ويكي الاخبار. عندنا مشروع اللي هو ويكي الرحلات، هذا مشروع ناشط في اللغات الاخرى، في الفرنسي، في الانجليزي، في الالماني ايضا ناشط. الفكره كونه لو انت تريد تزور بلد تلقى معلومات عامه حول البلد او حول المدينه متواجده بطريقه مساعده للسائح. ممكن موجود مقاله مثلا حول مدينه مراكش في ويكيبيديا، المشكل كونه تبحث عن المعلومه هذه بطريقه سياحيه، اماكن الزياره، وين تتوجه القنصليات الموجوده في تلك المنطقه. حاليا المشكل الكبير اللي المشروع مازال في الحاضنه، مازالوا يشتغلوا عليه تقنيا وفيه مشكله، لكن بعد ما يخرج من الحاضنه ممكن نستعملوا البوتات لنشر المعلومات حول هذا وتسهيل زياره اماكن عبر محتوى عربي متواجد على النت. وهي المشكله الرئيسيه زي ما حكى الزميل حلمي، اللي هي وجود ويكي رحلات في الحاضنه في الانكيوبيتر. التعامل معها بيكون صعب جدا للمشاريع لما تكون موجوده في الحاضنه او الانكيوبيتر، سواء بانشاء الصفحات او محاوله اخراجها من الانكيوبيتر. طبعا كان في زميل واحد مهتم باخراج ويكي رحلات، يعني ممكن نحكي اخراجها للحياه طبعا، يعني بما انها موجوده في الحاضنه لحد الان. الزميل حاول كثير، يعني خلال سنه سنتين ثلاثه الماضيات كان يحاول يخلي المجتمع العربي يتفاعل معه باخراج ويكي رحلات من الانكيوبيتر من الحاضنه. للاسف الزميل مال طبعا بالنهايه، المجتمع ما تفاعلش معه بالنسبه لويكي رحلات، فالمشروع لحد الان تقريبا ميت، يعني صفر مساهم فيه من العرب موجود في الحاضنه لحد الان. المشروع اللي بعده راح يكون هنا اللي هو ويكي موس. ويكي موس هو مشروع قاموس عربي حر موجود في الباكج بتاع الفاونديشن. الحقيقه بداوا يشتغلوا عليه كثير، معناها فيه ترجمات وفيه المعاجم والمعلومات متواجده. المشكل حاليا مع ويكي بيانات هو مش مشكل، هي فرصه اكثر مع ويكي بيانات، كوننا نستعمله بطريقه علميه وفي ستراكتشر داتا، معناها بيانات موجوده يعني بدقه موجوده، ممكن تسهل بعد بحث عبر محركات البحث استعمال هذه البيانات. فما مثال نجم بالنسبه لويكي موس، كانت النقاط اللي يعني كنا حابين طبعا نفرجيكم مثال عليها، بس للاسف في اشكال في الباوربوينت في العرض. النقطه البسيطه اللي كانت عندنا بالنسبه لويكي موس انه السنه الماضيه كانت من المسابقات بقى من المبادرات ايضا اللي فازت بجائزه محمد بن راشد، كانت مبادره من جامعه بيرزيت من فلسطين، هي كانت معجبه بالانطولوجيا باللغه العربيه. طبعا الزميل حلمي لما حضروا في المؤتمر بدبي اتناقش معهم انه هل ممكن انشاء شراكه بين جامعه بيرزيت فيما يخص معجم الانطولوجيا وبين ويكي موس، لانهم بيتكلموا عن نفس الموضوع تقريبا يعني او امور متشابهه فيه. طبعا كملنا في الموضوع معهم، دخلنا معهم نقاشات طبعا انه بنحتاج ليونيك اي دي وما الى ذلك لكل ماده من المواد اللي بتعرضوها، اعطونا اكسس لطيف صراحه. وهذه الامور يعني اللي كان انه بما انكم انتم بدكم تساعدونا فممكن نعطيكم اكسس او بيرميشن اضافي انكم تستخرجوا كلمات بطريقه معينه او بغير ليميت تستخرجوا هاي الكلمات. طبعا ما زال النقاش بينه وبينهم موجود طبعا، خصوصا فيما يخص الويكي موس اللي هي ما يشبه انه الكلمه ومعناها وكل جذور الروت الخاصه فيها وما الى ذلك. لا زال النقاش موجود طبعا، بس بما انه النقاش دائر طبعا هم حول اشراك المجتمع العربي فيه. المشروع اللي بعده عندنا ويكي الاقتباس. 50% من مقالات ويكيبيديا تتحدث على الاشخاص، يعني فما اهتمام كبير في ويكيبيديا العربيه حول الاشخاص. عندما يقرأوا المقالة في ويكيبيديا يبحثوا عن اقتباسات حول الشخص أو اقتباسات معنى أقوال الشخص. المشكلة اللي في ويكيبيديا ما نسمحوش باش نحطوا اقتباسات مطولة. الفكرة كونه بويكي الاقتباس، لو أنت
تقرأ المقالة في كويدي عربية تحب تلقى يعني الأقوال الشهيرة لذلك الشخص. لذلك فيه اهتمام كبير في نسبة المطالعة في ويكي الاقتباس. لو تدخلوا للصفحة ويكي الاقتباس لشخص معين تجدوا الأقاويل الأقوال المشهورة لذلك الشخص وماذا قالوا عليها، يعني ماذا قالوا حول هذا الشخص. المشروع حاولنا أن ننشطوه بويكي بيانات بأخذ المعلومات مباشرة من ويكي بيانات مثل الصورة، سنة الميلاد، هذه المعلومات العامة. المشروع اللي بعد ويكي اقتباس راح يكون لنا اللي هو ويكي أنواع. طبعاً ويكي أنواع نفس النمط المشروع. طبعاً ويكي أنواع هي عبارة عن مشروع شامل طبعاً غير مخصص بلغة محددة. المشروع بتتفاعل فيه جميع اللغات مع بعضها. في إشكال برضو بتفاعل المجتمع العربي مع ويكي أنواع. هلأ ويكي أنواع وهي أصلاً المشكلة ليست مرتبطة فقط بالمجتمع العربي، لأنه الفكرة مش بالأفراد. إحنا لما نتكلم عن ويكي أنواع نتكلم عن كائنات حية، عن أسماء كائنات حية، عن عائلات الكائنات الحية، عن أمور تصنيفية بتحتاج نوعاً ما لأشخاص مختصين قادرين على إيجاد الترجمة الصحيحة، خصوصاً في بعضها يعني للأسف المعاجم العربية توقفت عن ترجمة هاي المصطلحات. يعني لما يعني فهي من الإشكالات اللي بتواجهنا في ويكي أنواع، بالرغم إنه ويكي أنواع من المشاريع اللي لو وجدنا دعم عربي فيه أو استطعنا ترجمة اللي هي العائلات مثلاً الرتب الرانكس التصنيفات الخاصة بالكائنات الحية وما إلى ذلك بتساعدنا لإنشاء كم هائل من المقالات على ويكيبيديا العربية من خلال ترجمة فقط أسماء الكائنات الحية أو عائلاتها أو الأنواع المرتبطة بها أو أي تصنيفات مرتبطة بهاي الكائنات الحية. ويكي المصدر هو الفكرة كونه فيها كتب مفتوحة متواجدة في أصلاً في المحتوى العربي فيه كثير كتب مفتوحة أكثر من عندها أكثر من 100 سنة. الفكرة كونه نجد مكان نضع تلك الكتب نحولها من PDF أو نحولها يعني حتى نسخ ورقية نحولها إلى نسخة رقمية وبعدين ممكن يعني تحويلها إلى PDF أو EPUB أو شيء من هذا القبيل. هذا نشتغل عليه حاليا، فيه كثير مشاريع معنا في هذا الموضوع وعندنا الأخ مصعب يساهم كثير في هذا المشروع. تفضل. السلام عليكم مصعب بنات. حاب أعلق نقطتين سريعات على ويكي مصدر وعلى ويكي الكتب. بالنسبة لويكي مصدر احنا قمنا في آخر مذكر تفاهم بين الجامعة الهاشمية ومؤسسة ويكيميديا بإضافة ويكي مصدر إلى كشاف البحث في مكتبة الجامعة. السبب في ذلك أنه حتى مثلا لو طالب أجا يستعير كتاب وجد أنه هذا الكتاب فيه منه نسخ ورقية محدودة فقط نسخة واحدة وصادف أنه هذه النسخة استعارها طالب آخر ممكن أنه يتجه لويكي مصدر للبحث عن هذا الكتاب فتظهر له رسالة إذا الكتاب ليس موجود أو معار يمكنك البحث داخل ويكي مصدر. فهذا يعني يعطي للطلاب أنه هناك خيارات أخرى للبحث، البحث عن كتب ليس مقتصر فقط على جوجل أو المواقع المعتادة. بالنسبة لويكي الكتب وسريعا احنا اتجهنا لموضوع الرواية العربية. إذا تلاحظ العربي يتجه لجانب الرواية أكثر من الجانب العلمي، فأتحنا المجال للطلاب في برنامج التعليم في الجامعة الهاشمية أنهم يرفعوا روايات على ويكيبيديا. الآن عندنا روايتين، رواية تم انتهاء من رفعها 50 فصل اسمها حب وحرب لطالب في الجامعة الهاشمية اسمها لارا حويت، وفي عندنا كمان مقالة اسمها رواية اسمها في حديقة قلبي لطالب برضه في الجامعة الهاشمية اسمها شجر الروسان حوالي يمكن 30 فصل قيد الرفع يتم رفعها تباعا. وفي عنا حاليا أهم شيء بس لسه ما تم مباشرة في رفعه كتب في مجال الفيزياء لطالب أيضا في الجامعة الهاشمية، أخذنا الإذن والتنازل عن رفعها لكن لم يتم رفعها بعد وإحنا شغالين على هذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا مصعب. المشروع اللي بعده اللي هو الميتاويكي. طبعا كنت حاب ألخص الموضوع بالنسبة للميتاويكي. طبعا بداية بس بدي أكد نقطة بعرفش إذا الزميل حلمي ذكرها في البداية، ممكن البعض بيتفاجأ إنه كل هاي المشاريع تابعة لمؤسسة ويكيميديا، يعني لأنه للأسف الفكرة الموجودة إنه خلاص ويكيميديا نقطة سطر جديد. طبعا نفس الشيء جميع هاي المشاريع طبعا اللي تكلمنا عنها متواجدة طبعا تابعة لمؤسسة ويكيميديا بالكامل. جميع هاي المشاريع مرتبطة عبر ويكي بيانات مع ويكيبيديا. طبعا جميع هاي المشاريع الموجودة بعدة لغات، يعني مش فقط على مستوى المجتمع العربي. بالنسبة للميتاويكي مش يعني الميتاويكي هي مشروع تنظيمي أكبر من مشروع تفاعلي يعني مع المجتمعات. هو بيرتبط يعني ممكن نحكي لو بدنا نلخص كلمته إنه هو عبارة عن مشروع مركزي بالنسبة لويكيبيديا أو السنترال يعني بالنسبة لويكيبيديا. تقريبا جميع الأمور التنظيمية بتتم عبر الميتاويكي سواء النقاش مع المؤسسة
أي أمور تاني مرتبطة بمنح الصلاحيات العالمية طبعاً لإزالة الصلاحيات، النقاشات اللي بتتم لإدراج سياسات عالمية وما إلى ذلك بتتم على الميتا ويكي. حتى المؤتمر مؤتمر ويكي العربية الحالي موجود على الميتا كل يوم. يعني لو لو فتحت البرنامج وما إلى ذلك أو أي شيء مرتبط بمؤتمر ويكي أريبيا راح تلاقوه موجود على موقع الميتا ويكي، لأن الميتا ويكي مشروع تنظيمي بشكل كامل. طبعاً النقطة اللي بنواجهها مع المجتمع العربي، طبعاً الميتا ويكي بتحتوي على سياسات عالمية كتير، اللي هي السياسات اللي بتغطي في حال عدم وجود سياسات محلية بالمجتمعات. للأسف طبعاً تفاعل المجتمع العربي مع ترجمة هذه السياسات للغة العربية ضعيف نوعاً ما، إمكانية تفاعل المجتمع أو تفاعل المجتمع العربي أصلاً مع الميتا ويكي ضعيف برضو نوعاً ما، في قلة خبرة عند المجتمع العربي في التفاعل مع الميتا ويكي. خلال السنة الماضية حاولت إنه أزيد مشاركة المجتمع العربي على الميتا ويكي طبعاً، للأسف طبعاً الإقبال العربي إنه أكتب مقالة في ويكيبيديا وما إلى ذلك يعني أهم من إني أترجم، سهم الاعتبار طبعاً يعني بعض المستخدمين أهم من إني أترجم سياسة محلية أو سياسة عالمية للغة العربية على الميتا ويكي. المشروع اللي بعده اللي هو الميديا ويكي. الميديا ويكي نفس الشيء، الميديا ويكي هو مشروع ممكن نحكي برمجي أو يعني بما الملخص، يعني بما إنه ويكيبيديا هي مشروع قائم على لغة أو على النواة تبعته هي الميديا ويكي. فالميديا ويكي هنا عبارة عن مشروع نفس الشيء طبعاً، فقط وجوده من الأمور البرمجية طبعاً يعتبر أي أداة برمجية موجودة على ويكيبيديا سواء العربية أو غيرها من اللغات راح تلاقي في لها صفحة مباشرة على الميديا ويكي. طبعاً الصفحات هي كلها صفحات محتوى على أمور برمجية، كيف ممكن تستغلها أنت في مشروعك الشخصي وما إلى ذلك. برضو التفاعل العربي تقريباً مستخدم واحد أو مستخدمين العرب المتواجدين على الميديا ويكي اللي بيعملوا على ترجمة هاي الصفحات أو الإرشادات البرمجية للغة العربية. ويكي بيانات هو مشروع عنده تقريباً 5 أو 6 سنوات. الفكرة كونه لو مثلاً نتحدث على وفاة شاعر فيلبيني مثلاً، ممكن المعلومة بعد يوم ولا يومين تكون موجودة في ويكيبيديا الفلبينية، ممكن بعد أسبوعين أو 3 تكون معلومة موجودة في ويكيبيديا الإنجليزية، لكن ممكن في ويكيبيديا العربية يأخذ وقت 6 أشهر أو سنة لتجديد المعلومة. والعكس لو في شخص في الدول العربية مثلا في حدث نوعا ما أو وفاة، المعلومة تأخذ وقت باش تنتشر إلى الويكيبيديا الأخرى. الفكرة كون نجمعوا في مكان واحد التاريخ البيانات الخاصة بالشخص أو بالمكان مثل تاريخ الميلاد، المهنة، الجنس، الجنسية، كل شيء في مكان واحد. لو في حدث متعلق بهذا الشخص تتغير في ويكي بيانات وتأثر على كل النسخ اللغوية لويكيبيديا. طبعاً هي تعتبر من إنجازات ويكيبيديا العربية في ويكي بيانات طبعاً، اللي هي نقطة نفسها تعقيباً عليها اللي نقطة وفيات نقطة الأحداث. تم إنشاء بوتات سكريبتات آلية بتقوم بتحديث الصفحات بشكل يومي تقريباً فيما يخص الوفيات، فيما يخص الأحداث العالمية اللي بتحصل. الصفحة مثلاً هاي بيتم تحديثها يومياً أو كل ما تصدر وفاة جديدة مثلاً بتظهر في الصفحة إنه فلان الفلاني توفى. طبعاً الشرط تكون المقالة موجودة في ويكيبيديا العربية، بس لو كان الشخص طبعاً بحق الملحوظية مثلاً في ويكيبيديا الفلبينية مثلاً مفيش مقالة إنه في ويكيبيديا العربية مش موجودة، بيظهر عنا إنه الشخص توفى أو الشخص طبعاً حصل حدث مثلاً في دولة معينة وفي عنه مقالة في ويكيبيديا. طبعاً بيعتمد جميعه على إنه بيستخرج من ويكي بيانات للتاريخ اللي بيتم التحديث. طبعاً هاي النقطة ساعدتنا كتير. ليش؟ لأنه زي ما حكى الزميل حلمي مثلاً كان يتوفى مغني محلي بالفلبين، طبعاً لحد ما مقالة ويكيبيديا العربية يتم تحديثها إنه هذا المغني توفى كانت تأخذ معنا أيام، مرات شهور، مرات سنين، مرات مر سنين طويلة طبعاً، والشخص على ويكيبيديا العربية ما زال حي، على ويكيبيديات الأخرى الشخص توفى من سنين. النقطة هاي ساعدتنا لمعرفة الوفيات بشكل سريع طبعاً مباشرة، مجرد الشخص توفى اليوم صفحة خاصة فيه بيتم تحديثها على ويكيبيديا العربية وبيتم إضافة إنه الشخص توفى مع تاريخ الوفاة. طبعاً بيتم استخراج البيانات من ويكي بيانات بشكل آلي بتكون ظاهرة للمستخدم طبعاً بتصنيفات معينة عن طريق ويكيبيديا. المحررين بيعرفوا إنه هذا الشخص توفى مثلاً أو في حدث حصل، بيتفضلوا المحررين على المقالة، بيحدثوا المقالة بشكل كامل معلومات كاملة حول الوفاة وبيتم وضع قالب إنه الشخص توفى أو هذا الحدث حصل وما إلى ذلك. وبنفس الوقت السكريبتات الآلية بعد مدة 7 أيام طبعاً بتقوم بإزالة قالب الوفاة إنه خلاص يعني بالنسبة لنا هذا النقاش حصل في ويكيبيديا العربية إنه بعد 7 أيام ينتهي وجود هذا القالب. يعني كل هذه التعديلات في ويكيبيديا العربية بدون أي تعديل من شخص. هذه هي الفكرة، كونه نخليه المحررين مهتمين أشياء أخرى لإنتاج مقالات جديدة عوض تحيين تجديد مقالات موجودة ليمكن استعمال ويكي بيانات
عوض ذلك. مش رح نحكي كثير عن ويكي بيانات خلاص، لانه اصلا في لي والزميل حلمي سيشن خاص عن ويكي بيانات رح تكون تقريبا بكره، رح تكون انا والزميل حلمي بالداخله. هلا احنا خلصنا حاليا اللي بدنا نحكي، فاذا في اي سؤال او في اي تعليق او في اي طرح احنا جاهزين للاجابه. او صوره مع الجائزه. او صوره مع الجائزه. اي سؤال هنا قبل ختم النقاش؟ صوره مع الجائزه؟ الجائزه موجوده في صور المؤتمر يعني. هلا اذا في مؤسسات او مؤسسات ثانيه في العالم العربي حابين يعطوا زي اوكي ارجع للسؤال، كيف بدنا نعرف اذا في كمان جوائز نقدر نربحها؟ في تصنيف في ويكيبيديا العربي تصنيف، لأنه مثلاً في إشي هلا عم بيصير بالكويت، أوكي، أنا من المؤسسة بيجيني إيميل ما بكون عارف عنه، بس مثلاً في جائزة للويكيبيديا العربي، بس ما بنعرف عنها، بس يعني كيف أنا بقدر أتواصل مع المجتمع عشان أعرف إذا مين قدم لها أو طبعاً هاي نقطة حساسة شوي جاك، أنت عارف لأنه في أحياناً برضو يعني مثلاً على جائزة محمد بن راشد. في أكثر من مستخدم خلال السنوات الماضية حاول يقدم بشكل فردي للجائزة. طبعاً الموضوع نحن لما قدمنا يعني كان الموضوع بعد ما في شوي من الرسمية، يعني لما قدمنا إنه إحنا فلاني فلانية ممثلين عن ويكيبيديا العربية مثلاً، قدمنا بيانات كاملة للمؤسسة. طبعاً هي نقطة الجائزة أو الجوائز المتاحة يعني برضو هاي الموضوع حساس نوعاً ما، لأنه أنت عارف المجتمع العربي راح يقول لك ليش فلان وليش فلان وين راح يعني، فالموضوع لسه في نقاش وفي كثير جوائز يعني ممكن نقدم لها، بس برضه بدنا جهد من المؤسسه. انت عارف يعني جائزة محمد بن راشد سببت لنا اشكال مع المؤسسه، انه كانت تجربه هي كانت تجربه اولى بالنسبه لنا صراحه، احنا ما كناش نعرف انه لازم قبل ما نقدم للجائزه نتواصل مع المؤسسه، فكانت مجرد تجربه صراحه. يعني عقلت الزميل حلمي يعني هي ورقه وبنرميها يعني بنقدم للجائزه، وما كناش متوقعين نفوز، بالرغم انه الفئه اللي فزنا فيها خلال السنوات الماضيه دائما كانت محدش يفوز، يعني دائما كانت شاغره هاي الفئه، بس يعني لما قدمنا فزنا يعني مباشره. كان في حوالي 2000 طلب، يعني كان شيء كبير معنا، كنا محظوظين. ممكن المره القادمه نشتغل اكثر مع المؤسسه، فيه مشاريع اخرى. الفكره هو احنا مش نبحث على الجوائز، انا نفضل نخير ننشئ مقاله جديده عوض الطلب الجديد، لكن الفكره اللي هي يعني تعطيك فيزيبيليتي اكثر معنا. أنا سؤالي في المطرح هو بالنسبة ل أنا جيت في الأخذ المحاضرة مصباح بزاف، سؤال تجربيات علينا أصلا هو الإشكال ديال ضبابية السياسات بالنسبة للمشاريع المحيطة، يعني إحنا كمحررين كتبان لنا غير إنشاء المقالات أو التعديل عليها كافية وسهلة وسياستها باينة، بالنسبة للمشاريع الأخرى تقريبا برمجة شي حاجة معقدة بالنسبة لنا حنايا ما عرفوهاش، ما بيناش لينا يعني السياسة مش واضحة، في بالبرمجة مش كل الناس متبرمج ولو أساسيات يعني، في مشاريع تانية. هي مشكلتنا حاليا مع المشاريع الشقيقه هي جميعها. طبعا المشاريع العالميه زي الميتا ويكي والكومنز وما الى ذلك سياساتها موجوده باللغه الانجليزيه بشكل كامل، طبعا كلغه اساسيه مترجمه للغات الثانيه، اللغه العربيه السياسات غير مترجمه للغه العربيه، السياسات موجوده بس بحاجه انه نوصل يعني ترجمها للغه العربيه. هلا اي نعم يعني بما انها مش موجوده باللغه العربيه في بعض المستخدمين مش قادرين انه تعامل مع اللغه الانجليزيه واللغات الثانيه، وجهناها بعده مسابقات انه مسابقات بتتبع على كومنز
وهذا انا راح اعقب عليه بالنسبه لما يتم الحكي عن ويكي تهوى المعالم وما الى ذلك. المسابقات تاعي انه في اشكالات بيتم انشاء مسابقات للمستخدمين على كومنز وبنفس الوقت سياسات كومنز الخاصه بهذه المسابقات متوفره باللغه الانجليزيه. فواجهت اسئله كثير يعني خلال ويكي تهوى المعالم الجوله الاخيره انه ناس بتحكي لك طب انا بدي اشارك بويكي تهوى المعالم وانا عندي صور انا فوتوغرافر انا محترف عندي ما الى ذلك بس انا غير قادر على التعامل مع اللغه الانجليزيه. سياسات جميعها متوفره باللغه الانجليزيه شو الحل؟ طبعا استعمال جوجل ترانسليت كان في عقبات زي ما عقبتي انت يعني لانه في كلمات معينه في ويكيبيديا جوجل ترانسليت بياخذها بجانب واحنا بتكون ان فيها جانب اخر يعني إيه طبعا بالنسبه انا بالنسبه لي يعني اتوقع هيك بما انه بدايه ويكيبيديا العربيه ما كانش اصلا في سياسات واحنا انشانا هاي السياسات ممكن نعتبر انه جميع هاي المشاريع بحاجه لسياسات ونقوم مش في مشاريع بدنا زي ويكي كتب وويكي الاخبار وما الى ذلك نقوم بانشاء سياسات من الصفر ممكن الاقتداء بالويكيبيديات الاخرى. بالنسبه للمشاريع زي الميتا ويكي والكومنز وويكي بيانات وما الى ذلك هي احنا بحاجه ترجمه السياسات توضيحها للمجتمع العربي. هاي النقطه اللي انا حاولت الاشاره لها الفتره الماضيه عليكم. وملحوظه ثانيه في السياسه الوحيده اللي ممكن لو معقده يعني سياسات السياسه الوحيده اللي ممكن تعرفها هي سياسه كن جريئه هي سياسة بي بول بوليسي بالإنجليزي هي معنى حرر وما تخافوا في السياسات. هذه الفكرة العامة للسياسة. بعدين احنا لو في مشكل نتصل بك ونقول لك هكا نبعث لك رابط للسياسة الفساد. لكن الفكرة الأولى حرر. الفكرة تمام نعم كن جريئا بس يعني كن جريئا اي نعم هي انا مش خلاف انه كن جريئا تمام لازم الشخص يكون جريء دائما يعني حتى لو مش عندك اطلاع على السياسات جربي تجربي في ويكيبيديا مش غلط لو خربتي بتصلح انت عارف كل شيء في ويكيبيديا قابل للتصليح شو ما صار يعني شو ما كان في اي تخريب بس الواحد اذا غلط مره وجاء تنبيه انه غلط يعني شوي يحاول يفهم ليش تم التعامل مع اللي انا عملته انه غلط مش كيف وجهها انه كن جريئا بيغلط مره بيجي تنبيه انه انت غلط بيقول كن جريئا كم مرة بيكون جريئا بيعيد نفس الغلطة ونفس الإشي بيجي كمان تنبيه إنه لو سمحت كن جريئا بس في سياسات اقرأها بيقول لك لا كن جريئا كم مرة فبيروح بيكون جريئا كم مرة وهاي مرة بينمنع بيجي بعدين أنا منعوني وأنا ما غلطتش وأنا فبتيجي بتشوف السجل عنده لا هو كان جريئا 6 و7 و8 مرات وما فضاش حاله إنه يقرأ السياسي أو يحاول يفهم طب ليش أنا غلطت. هاي نقطة برضو يعني أنا بقول هي عبارة عن تفاعل بين المجتمعات يعني إنه مش ممكن نلقي اللوم على والله ليش والله مثلاً بالميتا ويكي السياسات غير مترجمة للغة العربية ليش والله المضيفين ما بيترجموش هالسياسات ليش المؤسس ما بيترجمش هالسياسات هم بالنهاية بيحكوا لك اللغة العربية لغتكم وأنتم ويكيبيديا العربية فيعني تفضلوا ترجموا معنا تفضلوا ساعدوني أنا لما تعاملت مع المجتمعات الخارجية ميتا ويكي وكومنز وما إلى ذلك عندهم ترحيب قوي بالمجتمع العربي وحابين جداً التفاعل مع المجتمع العربي بس المجتمع العربي نوعا ما كسول في التفاعل مع المجتمعات الثانية يعني لما تكلمنا معهم على الإداريين العرب في كومنز كان فقط الزميل طرامنة بعدها الزميل الحبيب مهني من تونس ترشحت أنا السنة الماضية إني أكون إداري طبعا تمام بغض النظر عن الأمور الثانية بس كان التقييمات اللي هم إحنا يعني كثير ناس علقت في التصويت إحنا حابين يكون معنا مستخدمين عرب إداريين عندهم خبرة يساعدونا لأنه طبعا لما جيت اتفاعلت معهم لقيت انه في اشكالات كبيره بيواجهوها مع اللغه العربيه لدرجه انه صار كل المشاكل اللي بتصير حاليا مثلا على كومنز التواجد الشديد صار اغلب الوقت برضه كانوا متواجد عليها يعملوا لي اشاره تعال كثير اسئله بتوصلهم باللغه العربيه وهم غير قادرين على التفاعل معها يعني بيحكوا يا ريت يعني حتى انا الخطوه القادمه اللي راح اعمل عليها الايام القادمه محاوله توفير صفحه على هاي المشاريع باسماء الاشخاص المهتمين مثلا اذا ابراهيم والله مهتم في كومنز المساعدة الزملاء في كومنز صفحة موجود فيها إنه المستخدمين العرب النشطين والمهتمين بكومنز قادرين على المساعدة الزميل إبراهيم مباشرة لما يتم توجيه أي سؤال لكومنز باللغة العربية طبعاً هو هم بيستعمل جوجل ترانسليت إنه بيترجم السؤال من العربي للإنجليزي أو اللغة اللي هو بيتعامل معها بيفهم بس هو غير قادر على الإجابة بس بيقدر يحدد عن طريق الكشف الآلي للغات على جوجل إنه هذا باللغة العربية فبالتالي بدي مستخدم عربي يجيب عليه فحالياً صراحة أغلب الإشارات بتتم لي أنا شخصياً على كومنز في ضغط هذا بشكل ضغط فانا زي ما حكيت الخطوه القادمه تشكيل صفحه مين مهتم بالمجتمع العربي بالاجابه الاسئله على كومنز مثلا الزميل ابراهيم الزميل مصعب الزميل حلمي الزميل جاك وما الى ذلك بيتم توفير اسماء الزملاء على هذه الصفحه بحيث لو تم توجيه هاي السؤال باللغه العربيه بيتم الاشاره وبيوصل اشعار لجميع هؤلاء الاشخاص انه في سؤال عربي في اشكال مع اللغه العربيه في هذا المشروع يا ريت تساعدونا هذا هو كاين اخر سؤال هنا قبل المرور الى الوقت الغداء وصلاة الجمعة. شكرا على البرزنتيشن.
كانت غنية يعني مجموعة المشاريع تبارك الله عليكم المغربية يعني. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل وصولكم إلى 400,000 مقال في سنة واحدة كان بسبب البوت؟ السؤال الأول. أو استحق ربما المجتمع العربي الشباب العربي اليوم نشوفوا أنه متحمس كثير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كنلاحظ كأنا ومجموعة من الإخوان أنه يعني وضع مقال ويكيبيديا ليس السهل، يعني هناك يعني شرط، هناك مجموعة من العراقيل اللي ربما تساعد على الشاب يعني وسم الانترنت انه يدخل مقال بطريقة سهلة. شكرا. الفكرة من 400,000 مقالة معقولة بوتا، لأنه المجتمع العربي المشكلة. أجيب على السؤال الثاني، عموما المحرر العربي يخير تعديل مقالة موجودة مسبقا، ما يحبش ينشئ مقالة جديدة، لذلك التركيز أكثر لو تشوف عدد التعديلات على كل مقالة تقارنها ويكيبيديا العربية بالويكيبيديا الأخرى ترى اهتمام أكثر بتعديل مقالات موجودة أصلا. الفكرة من المقالات البوتية اللي هي معظم 400,000 مقالة كون ننشئ مقالات جديدة باش نشجع المحرر يعدلها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي تحدثت عليها أنت، سهولة التعديل، إنشاء المقالة، لأنه في سياسات لو تريد تنشر مثلا مقالة على شخص والشخص ممكن ما عندوش ملحوظية، احنا عندنا صعوبة لو أنت ما تضعش مصادر تتحدث على ذلك الشخص، فيه إمكانية نحفظ المقالات. ممكن الطريقة اللي وجدناها لو عندك مشكلة وقع حذف مقالة معينة، فيه مكان في ويكيبيديا العربية تلقى رابط تعوض المقالة المحذوفة، تجب تطلب فيه طلب استرجاع المقالة، وفيه نقاش وممكن تثبت المشكلة. هذه الطريقة اللي وجدناها لحل هذا المشكلة. هلا بس بتعقيبا على كلام الزميل حلمي، بالنسبة ل 400,000 مقالة، طبعا حاولنا جهدنا، أي نعم هي مقالات بوتية طبعا، لأنه 400,000 مقالة بمدة سنة على حوالي 300-400 شخص متواجدين بشكل شهري، يعني رقم ما بنحكش على بعض، يعني أكيد مش الأشخاص أنشأوه بشكل فردي. عند إنشاء هاي المقالات البوتية طبعا من بداية النقاش لما تناقشنا حول الموضوع، إنه إحنا بدناش مقالات تكون عبارة عن سطر مثلا، إنه فلان كلمة فلان كلمة وانتهى الموضوع، لأنه هاي تعتبر المقالات رديئة الجودة. حاولنا استخراج البيانات أكبر شكل، يعني سواء عن طريق الكبيانات استخراجها من الموسوعات الثانية وغير هيك، حاولنا البحث عن مواقع أخرى نستعملها كمصادر لاستخراج البيانات فيها. بتذكر بالنسبة للمغرب، يعني كان من المشاريع اللي بدأت لنا المقالات البوتية خرج من المغرب المشروع، مش متذكر مين من الزملاء، بتوقع الزميل رضا كان متواجد فترتها. تم تزويدنا بقائمة ب20,000 مقالة عن قرى المغرب. المقالات هاي جميعها كانت تحتوي على، طبعا مش مقالات، كانت عبارة عن جدول إكسل بيحتوي على أسماء هاي القرى جميعها، وبنفس الوقت بيحتوي عن بيانات عن هاي القرى بالنسبة لعدد السكان، بالنسبة لأماكن التواجد، ارتباطها، الرمز البريدي وما إلى ذلك. كانت عبارة عن جدول إكسل، يعني 20,000 اسم قرية وقدمها بيانات. طبعا استطاع أحد الزملاء استخراجها طبعا بشكل فور. كانت هاي بداية المقالات البوتية بالنسبة لنا، إنه عبارة عن حوالي 22,000 مقالة عن قرى المغرب تم إنشائها عبر جدول الإكسل بشكل يعني مبسط. بعدها بدأنا في مجال المقالات البوتية والتوسع فيها. هاي بالنسبة لنقطة المقالات البوتية وال 400,000 مقالة. طبعاً إحنا حالياً وصلين 958,000 مقالة. توقفنا عن إنشاء المقالات البوتية لأن المجتمع العربي بحكي لك خلونا نتنفس، يعني أعطينا مجال إنه إحنا يعني لن نوصل لمليون، يعني نوصل لمليون بشكل يدوي. بالرغم إنه لو بدنا نشغل المقالات البوتية الزملاء كلهم عارفين إنه قادرين نتعدى مليون ونتعدى بزيادة كمان، يعني نوصل مليون ونص كمان عبر المقالات البوتية. طبعاً المقالات حالياً رهن الإشارة، يعني الزميل حلمي بيعرف إنه المقالات جاهزة اللي بدنا ننشرها على ويكيبيديا، والبوتات جاهزة تنشرها، بس بدها ضغطة زر تشغيل سكريبت. طبعاً إحنا متوقفين بشكل كامل، يعني بعد نقاش مع المجتمع العربي إنه خلونا إحنا نوصل لمليون بشكل يدوي. هاي النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية بس وآخر إشي اللي هي سهولة التعديل، الزميل حلمي تطرق للنقطة هاي اللي هي تمام، اللي هي نقطة السياسات، وهي نقطة
جميلة جدا بتواجه مشكلة مع الناس كثير انه بينشئ مقالات او ما الى ذلك دون التزام بالسياسات. بس في نقطة ممكن انت تحدثت عنها برضو، سهولة التعديل من ناحية سهولة التعامل مع ادوات ويكيبيديا. طبعا هاي نقطة انا متفق معك بشكل كامل فيها، هي من الاشكالات اللي بتواجه جميع المستخدمين الجدد، كيفية التعامل مع واجهة ويكيبيديا. للأسف الفيديوهات التعريفية حول الموضوع نادرة جدا، في مبادرات حاولت انتاج فيديوهات كيفية التعامل، بس بنفس الوقت آلية المؤسسة اللي حالياً فيها بتحدث الأدوات هاي بشكل سريع وبطيرة سريعة. فبنفس الوقت المستخدم لما بيتوجه لويكيبيديا بيلاقي حاله إنه طب كيف بدي أكتب، كيف بدي أعمل، يعني كيف بدي أنشئ مقالة جديدة أصلاً. زمان قبل ممكن 3-4-5 سنين كان التعامل مع ويكيبيديا كله عن طريق اللي هي لغة الويكي، ممكن نعتبرها عبارة عن أكواد برمجية ممكن تستعملها لإنشاء المقالات. حالياً المؤسسة قبل عدة سنين أصدرت ما يسمى بالمحرر المرئي. المحرر المرئي كان عبارة عن نقل نوعية طبعاً، لأن المحرر المرئي وفر للأشخاص واجهة برمجية طبعاً، يعني بدك الكلمة تكون بولد، نفس تقريباً اللي هي برامج الأوفيس مثلاً، إنه بتضغط على الدي بيصير الكلمة بولد، بدك عبارة عن عنوان جديد، تختار عنوان جديد لحاله بيعمل الكلمة عنوان جديد. هذا سهل كتير على المحررين الجدد التعامل مع ويكيبيديا، خصوصاً الواجهة التفاعلية، يعني أسهل بكتير من إنك تكتب أنت الكلمات البرمجية وما إلى ذلك. طبعا الموضوع واسع وانا متفق معك بشكل كامل، التعامل مع ادوات ويكيبيديا مش سهل يعني، بس هذا من توافر حالي. شكرا جزيلا شباب على اللقاء هذا والمناقشه، ونمر باب سلاح الغداء ومصلاه الجمعه ونكمل النقاش. شكرا جزيلا. ممكن صوره جماعيه قبل مع الجائزه؟ صوره مع الجائزه ومدير. اوكي بالضبط. هلا اذا في مؤسسات أو مؤسسات تانية في العالم العربي حابين يعطوا زي أوكي أرجع إلى السؤال، كيف نقدر نعرف إذا في كمان جوائز نقدر نربحها؟ في تصنيف في ويكيبيديا العربي، تصنيف لأنه مثلاً في إشي هذا عم يصير بالكويت. اوكي انا من المؤسسه بيجيني ايميل ما بكون عارف عنه، بس مثلا في جائزه للويكيبيديا العربي بس ما بنعرف عنها، بس يعني كيف انا بقدر اتواصل مع المجتمع عشان اعرف اذا مين قدم لها او طبعا هاي نقطه حساسه شوي جاك انت عارف، لانه في احيانا برضه يعني مثلا على جائزه محمد بن راشد في اكثر من مستخدم خلال السنوات الماضيه حاول يقدم بشكل فردي للجائزه. طبعا الموضوع اللي احنا لما قدمنا يعني كان الموضوع بعد ما في شويه من الرسميه، يعني لما قدمنا انه احنا فلان فلانيين ممثلين عن ويكيبيديا العربيه مثلا، قدمنا بيانات كامله للمؤسسه. طبعا هي نقطه الجائزه او الجوائز المتاحه، يعني برضه هاي موضوع حساس نوعا ما، لانه انت عارف المجتمع العربي راح يقول لك ليش فلان وليش فلان وين راح يعني، فالموضوع لسه في نقاش وفي كثير جوائز يعني ممكن نقدم لها، بس برضه بدنا جهد من المؤسسه. انت عارف يعني جائزه محمد بن راشد سببت لنا اشكال مع المؤسسه، انه هي كانت تجربه اولى بالنسبه لنا صراحه، احنا ما كناش نعرف انه لازم قبل ما نقدم للجائزه نتواصل مع المؤسسه، فكانت مجرد تجربه صراحه. يعني عولت الزميل حلمي يعني هي ورقه ونرميها، يعني بنقدم للجائزه ما كناش متوقعين نفوز، بالرغم انه الفئه اللي فزنا فيها خلال السنوات الماضيه دائما كانت محدش يفوز، يعني دائما كانت شاغره هاي الفئه، بس يعني لما قدمنا فزنا يعني مباشره. كان في حوالي 2000 طلب، يعني كان شيء كبير، معنا كنا محدودين. ممكن المرة القادمة نشتغل أكثر مع المؤسسة، فيه مشاريع أخرى. الفكرة هو إحنا مش نبحث على الجوائز، أنا نفضل نخير ننشئ مقالة جديدة عوض الطلب الجديد، لكن الفكرة اللي هي يعني تعطيك فيزيبيليتي أكثر معنا. Sí.